السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهم مني. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن علاج خلاصي نهائي للحمى التيفودية. الحمى التيفودية لو اخدت لها علاج كتير جدا، مضادات حيوية كتير جدا واعشاب كتير جدا، وبرضو كل ما تعمل التحليل يطلع عندك حمى تيفودية، فتابعوا معي بعد الفاصل اقول لك هتعمل ايه بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهلا بكم من جديد اخواني الكرام في قناه افهم مني. النهارده هنتخلص من الحمى التيفوديه بعد الحلقه دي باذن الله. اولا اذا اخذت كل مضادات الحيويه اللي الدكتور بيكتب لك عليها والاعشاب اللي بيقول لك عليها برضه مفيش فايده، طب هنعمل ايه؟ اولا لازم تعمل التحليل في معمل مضمون، يعني مش بقول لك روح اعمله في اغلى المعامل في بلدك ولا يعني اقل المعامل، اعمله في معمل في بلد ما في بلدك يكون مشهور، معمل يكون في ممكن يبقى جنب بيتك ويكون معروف، وممكن يكون المعمل نتائجه كويسة جدا وكل الناس بتشكر فيه، وممكن معمل تاني تلاقيه مشهور جدا وكل الناس مش بتشكر فيه، فالمعامل مش كلها زي بعض. وتاني حاجة لازم تكون انت بتشكي من الاعراض، مش هروح اعمل التحليل وتطلع عندي نسبة حمى في الفيدال تيست والبعدين انا ما بشكيش من اعراضها، لا انت لازم تكون بتشكي من الاعراض وفي نفس الوقت متوقع لنتائج المعمل. طيب بعد ما اعمل التحليل او بعد ما عملت التحاليل وطلعت معاك برضو فيها نسبة ايجابية في الحمى التيفودية، اذا عليك بفعل الثلاث اشياء اللي اقولك عليهم دلوقتي اللي هم ايه. هتعمل مزرعة دم، مزرعة بلد، ومزرعة يورين، ومزرعة استول، مزرعة بول، ومزرعة براز. الثلاث مزارع، مزرعة بلد، مزرعة يورين، مزرعة استول. الثلاث مزارع دول لو عملتهم في المعمل اللي بقول لك عليه نتائج طلعت مضمونة، نتائج طلعت مظبوطة، بتاخد النتائج دي بيطلع لك فيها اي ميكروب، كل ما يطلع ميكروب سواء في الدم او في البول او في البراز، ثلاث حاجات لو طلع اي ميكروب في الثلاث مزارع المزرعة بتقول لك السبب الميكروب او البكتيريا، بتعرفك على البكتيريا المسببة في هذا الميكروب، وبتعرفك على المضاد الحيوي الامن والفعال في قتل هذا الميكروب. فبالتالي عند اي دكتور هتروح عند دكتور بطنة هيقول لك هتاخد المضاد الحيوي ده وان شاء الله تخف وتروح من عندك الحمى التيفودية بإذن الله. وياريت تعمل الوقاية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة، الوقاية من الحمى التيفودية، لأن الوقاية خير من العلاج، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. إخواني الكرام ياريت نشير الحلقة، نعمل لها شير عشان كل الناس تستفيد من هذه الحلقة، كل الناس تستفيد من هذه المعلومات، وتعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناة لأول مرة تشاهد القناة، واضغط على جرس اليوتيوب حتى يصلك منها كل جديد في لقاء آخر إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.